السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وارد من شغال ليس من الأسباب إن في سور كسر هيتقفل منك، لا إما الكهرباء قطعت، لا إما ابنك راح شد الكيبل عادي. طيب بيحصل كتير، فتعمل إيه؟ فبنيجي هنا نخش في الأوبشن من جنرال، هلاقي أوتو سيف، فلا مفعل الأوتو سيف أو مفعلوش. وهنا المكان اللي أنت تحط فيه الملفات بتاعتك اللي هو دوت، لاحظ ان هو بيتساوي فوق ان دبليو اف، احنا عندنا ان دبليو سي ده الحاجه الملف الاصلي اللي بيخرج من الريفت. ان دبليو اف ده لما تبدا تسيف شويه معلومات، لان انت لو سيفت على ان دبليو سي وبعد كده صدرت الابديتد شورتك هتضيع. الصح ان احنا بنسيف على ان دبليو اف، هو بيعمل الموضوع ده اوتوماتيك. وعندنا ان دبليو دي لما بتخلص شغل خالص بتصدر كل شغل بتاعك لملف واحد ان دبليو دي. طيب نرجع، هتلاقي هنا عم تعلم على المانج ديسك، هو بيبدأ يظبطه. طيب بيرج قلت يعني كل شويه، اول ما الملفات بتاعت الاوتو سيف ديت تبقى اكتر من نص جيجا الغي القديم الغي القديم الغي القديم وهكذا. وعندك اختيار اسمه اوتو سيف، حط جنب الملف اللي موجود حاليا، تمام. فدي اختيارات بتسهل عليا ان انا الاقي نسخه احتياطي لما الشغل بتاعي يضيع. يعني لو لقيت الملف مش لاقيه او مش قادر افتح معاك، فبتروح للمطار دوت وتبدا